مرحبا بك رشيدة نايفر، أستاذة القانون العام حاليا بلوزيغ كاسكيت سابقا. نبداو تنازليا، مستشارة سابقا برئاسة الجمهورية تحديدا من أكتوبر 2019 لأكتوبر 2020، سابقا زاد عضو مجلس الهايكا من تأسيسها في مايو 2013 حتى لأفريل 2015، صحفية في لابريس زاد سابقا من 76 إلى 90، ورئيس جمعية الصحفيين التونسيين من 80 إلى 84. مسيرة ثرية جدا في الحاضر كما في السابق، على مر مختلف الفترات اللي مارست فيهم الصحافة، ولا كانت عندك مسؤوليات أخرى من اللي ذكرناها اللي تخليك في احتكاك بالصحافة وبعالم الإعلام، باش تتميز الوضعية اللي تعيشها الصحافة اليوم في تونس، خصوصيات الوضعية الحالية مقارنة بمختلف المراحل. الوضعية الحالية كنت تحب نقول في كلمة، هي السهل الممتنع. السهل باعتبار اللي من 2011 انتفت كل الخطوط الحمر وفما حرية الصحافة موجودة على أرض الواقع، مضمونة يعني قانونا ولكن أيضا في الممارسة. وحتى كان فما بعض ربما العراقيل أو بعض المشاكل فهي تعتبر قليلة 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 بالنسبة للفترات اللي مرت بها الصحافة سابقا، سواء اللي مرينا بها في السبعينات، لأني أنا انطلقت نخدم منذ 76، في الثمانينات، وبعد بطبيعة الحال يعني في التسعينات وفي الألفية الثانية. فيعني فعلا الحرية يعني اللي كنا نحلم بها موجودة، ولكن في المقابل فما عطب في مكان ما، يعني العطب موجود في مكان ما يخلي الحرية هذه ما تترجمش يعني عطاء الصحفي بالجودة والتنوع المطلوب في هذه المرحلة. الجودة والتنوع الاثنين هذوما مهمين جدا. قلت في مكان ما، أي مكان يعني بالتحديد؟ والله يعني هذا هو خاطر حلمنا برشا. قلت فما عطب في مكان ما. هذا هو. أي مكان؟ لابد أن نبحث عنه. يعني بالحق. ما عندكش تخمينات؟ عملية بحث. فكرة شنو؟ قبل ما نخلطوا التخمينات يلزمنا نفكروا في المسألة، خاطر أنا نحس وكأن ما زلنا نتعاملوا مع الصحافة بالعقلية اللي كانت قبل 2011. معناتها قبل 2011 يعني كونه إحنا فما يعني إعلام، والإعلام هذية معناتها في مواجهة السلطة ومطالب السلطة باش تحلوا عدد من المشاكل، هذا هو. ولكن في المقابل الإعلام هذية مشترح أيضا على روحه، تحديد أهدافه، تحديد مسؤولياته. فبقينا كل واحد يرمي في الكرة للطرف الآخر، الإعلام يرمي في الكرة للسلطة الحاكمة، والسلطة الحاكمة ترمي في الكرة للإعلام. الإعلام كقطاع كما نحكيوا عليه حيوي عنده دور مواطني وكل شيء، الفاعلين اللي فيه فما رؤساء المؤسسات والمساهمين فيها رجال أعمال يكونوا عادة، وفما الصحفيين ككتلة كل واحد وتمثيلاته الهيكلية والمؤسساتية باش يعبر على آرائه وكل شيء. في المقابل فما سلطة سياسية انتفت عندها لإرادة سياسية، هذا يظهر لي شيء واضح. كيفاش ممكن التوفيق ما بين مصالح الصحفيين كشغالين وأرباب العمل كمستثمرين في مواجهة الإرادة السياسية المنعدمة عند القيادات من الثورة للتو؟ أنت فعلا يعني هنية تحاول يعني باش تحط إصبعك عداء، يعني تقول فما يعني ثالوث متكون من الصحفيين، من أصحاب المؤسسات الإعلامية، ومن السلطة السياسية. هذوما ثلاثة كيفاش باش ربما يتفقوا على أهداف
لابد أن يتفقوا على أهداف، وكل واحد من موقعه باش يحقق الأهداف هذي. الأهداف هذي يعني بعبارة أخرى تحديد سياسة عامة للإعلام، من بوليتيك بيبليك يعني دول انفورماسيون، يعني تحديد السياسة العامة للإعلام ما تنجم تكون كان بالأطراف هذه الثلاثة، ولكن باش نوصلوا لتحديد الواحد. والقوانين والمراسيم غير كفيلة بتحديد سياسة عامة. طبعا واضح القوانين تواكب، القوانين ترافق، وتنجم من الاخر اذا كان نحدوا السياسه العامه للاعلام اليوم حتى القوانين هذيا نشوفوا شنو اللي ناقصنا، شنو اللي لازم يتغير فيها، شنو ربما الثغرات اللي فيها. انا نقول اليوم السلطه السياسيه شو تحب من الاعلام بوضوح، الصحفيين شنو ما الهدف نتاعهم من مش معناتها قبل ما نوصلوا واش طالبين من السلطه السياسيه، الصحفيين اليوم شنو هو الهدف بالنسبه لهم من خلال ممارسه حريه الاعلام، لان حريه الاعلام راي ماهيش فقط يعني مبدا نتوق له، حريه الاعلام هي وسيله لتحقيق اهداف. كيف اصحاب المؤسسات الاعلاميه اليوم زاد شنو هو الهدف اللي معناتها من وراء يعني انشائهم لمؤسسات او يعني العمل على استمراريه هذه المؤسسات، ما هي اهدافهم؟ الشيء هذا يتطلب العديد من المقومات، من اهم العناصر اللي يتطلبها باش يتحقق حوار حول المساله هذه والتفكير في المساله هذه هو انفتاح، بينما انه في المرحله الاخرى من 25 جويلية للتو حتى مش نحدو إطار الزمني اللي احنا فيه التو سلوك مؤسسات الدولة والسلطة السياسية بالأساس منكمش اتصاليا جدا، ويكاد يكون معناها اللي نسميوها التعتيم البلاك اوت في المرحلة هذه. انت عندك تجربة كمستشار مكلفة بالاتصال لدى رئاسة الجمهورية، كيفاش تفسر اللي سياسة اتصالية حاليا اللي تعتمدها رئاسة الجمهورية مع وسائل الإعلام؟ اللي سياسة اتصالية هي اللي نحكي عليها غياب سياسة البوليتيك بيبليك دو لانفورماسيون، سياسة عام سياسات عامة للإعلام، هو هذه جزء منها حسب تقديرك مسألة إرادة؟ سنة جزء منها هذي. فأنا شو نقول؟ نقول أولاً إحنا يعني كانت هناك إلى حد 2011 سياسة اتصالية حكومية، وقت نقول حكومية يعني مؤسساتية بما فيها رئاسة الجمهورية، كل مؤسسة كانت هناك سياسة اتصالية. السياسة الاتصالية هذه ماذا تعتمد؟ تعتمد يعني القوة، أنا السلطة يتبعني يا ما عندكش حتى وجود، هذا هو اللي كان موجود. 2011 تم الإطاحة برأس السلطة ومع يعني بن علي المنظومة الإعلامية اللي كانت تخدم يعني في النظام هذايا. طاحت المنظومة الإعلامية اللي تخدم في النظام تاع بن علي في 2011. سنة تمت الإطاحة بها، على الأقل على مستوى يعني رمزي، على مستوى الرمزية. ولكن في الواقع فهذا أولا أحدث فراغ. أنا هكا نحلو. الإطاحة أحدثت فراغ. فهذا الفراغ تعرف الطبيعة تأبى الفراغ يعني، والفراغ هذا واضح، فما أسماء ما عادش نشوفوهم، فما وجوه تنحات يعني غابت عن المشهد الإعلامي. الفراغ هذا ما وقعش يعني العمل على استبداله بمنظومة اتصالية بديلة، فحالة الفراغ هذه ما تنجمش تتواصل إلى ما نهاية له. رويداً بدأت تعود المنظومة، تعود تشكل نفسها، نفس المنظومة اللي خدمت بن علي، رويداً بدأت تعود تشكل في نفسها، بدأت تتقوى إلى حد ولات يعني هي المؤثر، تأثر على الساحة الإعلامية وبطريقة قوية ويعني وفينالمون سورت دو بغا دو فير ما بين صحفيين امنوا بالثوره
ما بين مؤسسات إعلامية حاولت باش تكون هي ربما ناطقة باسم الثورة، وبقية المؤسسات اللي هي مؤسسات من قبل 2011 وصحفيين هما اللي قلت لك فقط نسوا في رواحهم وبعد رجعوا. فاليوم الواقع الحالي اليوم شنو عندك؟ يعني إعادة إنتاج لمنظومة، ما نقولش منظومة عبد الوهاب عبد الله، ولكن منظومة متشبعة بالفكر هذايا، منظومة متشبعة فيه. والدليل 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 هو 25 جويلية، 25 جويلية مع أمام 25 جويلية الإعلام كان يعني صامت. هذا الصمت هو صمت خطير، لأنه صامت ويتقنص في الفرصة، يتقنص في الفرصة. وبعد ذلك يعني كان اللي واقع اليوم عندك ناس اليوم رجعت تخدم تخدم بالطريقة القديمة، واللي هي ما راهي ماهيش باش تفيد الحركة التصحيحية، بل بالعكس أنا يظهر لي هي خطر على الحركة التصحيحية اليوم، لأن الحركة التصحيحية اليوم يعني هي أكبر خطر عليها كونه الإعلام يصور اللي ممكن تونس ترجع إلى حكم الزعيم الواحد وحكم الشخص الواحد والانفراد بالسلطة. وأنا نقول اليوم لابد على الصحفيين وعلى أصحاب المؤسسات الإعلامية التي تعمل بالتغيير، مش كلهم رأي مؤسسات الإعلامية تعمل بالتغيير، فهمت؟ وأيضا على السلطة السياسية أن تدرك ذلك اليوم. اليوم فعلا يعني هناك حاجة مستعجلة، لا أقول حوار لأني كلمة حوار راهي في تونس ولات عندها معنى سلبي، ولكن أقول هناك حاجة ملحة للجلوس حول طاولة، يعني حول طاولة مستديرة بين السلطة السياسية والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية التي تؤمن بالتغيير. احنا اليوم بعاد برشا للجلوس حول طاولة والنقاش في المسائل هذه. احنا اليوم قبل ما نناقشوا مسائل هيكلية وقانونية كبيرة، عندنا صعوبات أتفه من هكا برشا، معناها يزم نلقاو شكون يهز التليفون، يزم نلقاو نمرو تليفون نتصلوا به، يزم نلقاو اون ادريس ميل فما شكون يجاوب علينا فيها، معناها حتى باش نستفسروا على الأمور اللي تهم المواطنين سمحني في حياتهم اليومية وفي القرارات الكبار اللي في البلاد. اليوم المؤسسة اللي عندها السلطات هذوم الكل اللي هي رئاسة الجمهورية، وانتي عبرت حتى توا على دعم أو مساندة للمسار والنظام الاستثنائي والمسار المبثق من 25 جويلية. فماش نظام استثنائي يا رب، فما تدابير استثنائية يعني لنجاح مسار تصحيحي. أما النظام الاستثنائي لا أدعم النظام الاستثنائي، لكن أدعم التدابير الاستثنائية خدمة للمسار التصحيحي. نعتبروه نظام استثنائي احنا معناها على أقل تقدير نعتبروه نظام استثنائي في الإطار هذا، معناها التصحيح والمسار التصحيحي كيفاش ينجم يصير واحنا ما عندناش نمرو تليفون، ما عندناش ادريس ميل، المؤسسة اللي مسؤولة على القرارات الكبار والمصيريين في البلاد ما تتواصلش معنا وعندها طريقة تواصلية الحقيقة غريبة. تذكرنا من ناحية بتوجيهات الرئيس فيرسيون 2021، يعني الرئيس يعطي خطاب ما نسمعوش طرف آخر قدامه وما نجموش نسألوه وما فماش ممثل ليه نجمو نسألوه احنا كصحفيين، وبالتالي هل أنه هذا يدخل في المسار التصحيحي؟ هل أنها طريقة تعاتي مع اللي سميته أنت المنظومة السابقة اللي ما زالت متغلغلة في الإعلام؟ وهل أنها طريقة تعاتي مجدية حتى لو كان جات مع المنظومة السابقة؟ شوف أنا هنية كان تسمح مش نعمل فلاش باك للثمانينات، مثالش خاطر أنا يظهر لي زادة أنت عارف كي استدعيتني، زادة استدعيتني بمختلف الكاسكيت ولكن أيضا بكل الفترات التاريخية. أنا نطلب منك بكل لطف حاجة برك، أنه نستدعي الصحفية اللي فيك باش تعمل لنا كل هرم المقلوب وتخرج من الحاضر وترجع للقديم.
اي مش نبداو من القديم ونرجعوا للجديد. اي لا فقط هذا اللي نطلبه منه. اي احنا نحكيوا على الحاضر ولكن الماضي ينجم يناور الحاضر. اي معناها لاتاك احنا صحفيين لاتاك نعملوها بالحاضر. لا واحنا بدينا بالحاضر اما باهي باش نفهموا خاطر انت وقت اللي تقول لي كيف ايش صحفيين هنا امام يعني باب موصد الصحفيين ما عندهم حتى حل. انا نقول لك في الثمانينات الامور كانت اصعب بكثير من ذلك. بداية الثمانينات والتحديد يعني حكومة مزالي وبرشا ناس تعبت حكومة مزالي وعمرها مشى باش نجموا ما عادش نكونوا كما في الثمانينات. حكومة مزالي كانت من أصعب ومن أخطر الحكومات على حرية الإعلام في تونس وكانت مواجهة مباشرة بين جمعية الصحفيين والحكومة إلى حد كونه معناتها كان هناك نية إلى حل جمعية الصحفيين والقول من الثغرة القانونية ومشيوا في مسار حل جمعية الصحفيين. يعني باش نوريك فين كانت الأمور واصلة كنا مهدنين بالحل إذا كان نواصلوا نتكلموا. هل أنه هذا اليوم يفسر أنه خليني نكمل ومع هذاك وصلنا وتكلمنا. حبيت نقول لك راهو المعارك تخاض في كل المراحل. فاليوم أنا ما نفهمش الصحفيين يقولوا لي أنا بالنسبة لي أرانا معناتها ما نجموش نقوموا بحد شيء. لا نقول لهم انتم ما عندكم هياكلكم تمثلكم وهياكلكم هذه يلزمها تفرض على الساحه حوار مجتمعي وسياسي حول اليوم مهمه الصحفي ومهمه الاعلام. منطلق اللي خذيناه باش نحكيوا في الشيء هذا والادوار هذه كل مهمه طبعا ومهم طرحها والنقاش فيها مسؤوليه السياسي ورئيس الجمهورية اللي يحكي على مسار تصحيحي لكن في علاقة بقطاع الإعلام. شنو التصحيح اللي صار الانكماش اللي حكينا عليه التعتيم الإعلامي هذا اللي امتد اليوم للحكومة الجديدة اللي ما عندناش تواصل بها اللي المسؤولين اللي فيها حضورهم الإعلامي قليل سياستهم الاتصالية غير واضحة وفيها تعتيم كبير زادة. هل أنه هذا يرد المسار التصحيحي أكثر هشاشة خطر هذا اللي يقوله تاريخ في الديمقراطيات؟ صحيح يعني غياب سياسة اتصالية. كيفاش تفسره؟ لا أولاً غياب كيفاش تفسر السلوك هذا؟ غياب سياسة اتصالية حكومية ومؤسساتية صحيح اللي هي ضعف مسار تصحيحي ضعف اتفق معك وتنجم حتى تجهزه لأنه نعرف قيمة الإعلام. هذه أنا متفقة معك وهنا لابد أن يعني تعي السلطات السياسية بأهمية يعني اعتماد سياسة اتصالية شفافة ويعني مسؤولة. ولكن في المقابل زادة راو يبقى أنا ديما نقول دور الإعلام كمؤسسات وكصحفيين راو مهم ومهم جدا مهم جدا لأنه عادة نكيز معك تحكي مدام رشيدة نقوله اللي دور الإعلام هو الكل في الكل ودور مؤسسات لا ودور السلطة هي مشي تقريبا. لا أعطيتك من الأول أنا بتتهيلك من الأول يظهر لي الترتيب أنت قلت لي الهرم المقلوب بديتك بالترتيب هو نفسه. ولكن نجي توا نجي للإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين ونقول لك يعني فعلا إذا كان اليوم الصحفيين المؤسسات الإعلامية ما همش ما يحاولوش باش يفرضوا صورة للإعلام وهذه الصورة تكون تتسم بالجودة والتنوع هذا المطلوب. فما ينتظروش من أي سلطة سياسية باش هي تجي تهدي لهم تقوم لهم بهدية لأنه نعرف العلاقة التقليدية بين السلطة السياسية حتى في الدول الديمقراطية والإعلام هي علاقة عدائية. به أنت من ناحية أخرى بعد تجربتك كمستشارة في رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020 العام اللي عديته بعدها أشرت في تصريحات إعلامية مختلفة للمسؤولية متاع مدير الديوان الرئاسي نادي عكاشة في الوضع الاتصالي متاع رئاسة الجمهورية اللي هو وضع اتصالي غريب برشا وفيه برشا تعتيم. كنت شفت هذا في تصريحات مختلفة منها في جون أفريك جوان 2021 وغيره. كيفاش تفسر أن مديرة الديوان ينجم يكون عندها
السلطة والقدرة على فرض سياسة اتصالية بالطرافة هذه. أنا ما قلتش اللي هي مجرة الديوان فرض سياسة اتصالية. ما قلتش فرض اتصالية. لا كان فما إشارة إشارة لدورها هي في انعدام وجود سياسة اتصالية. هي ما فماش سياسة اتصالية من أصله. اللي هي. ونجموا نفهموها يعني كونه حتى دائرة الاتصال اليوم ما فيها حتى مسؤول. دائرة الاتصال اليوم ما فيهاش. حسب ما فيهاش مستشار. حسب الرائد الرسمي فما ناس يخدموا في دائرة الاتصال. لا فماش مستشارين. فماش مستشارين. فما تقنين يقوموا بعملهم ويقوموا بعمل جبار. وفعلا يعني معناتها انا زملاء ويعني ونحييهم ولكن ما فماش مستشارين. كيفاش تفسر الشيء هذا؟ التقني ما نجمش يوضع لك سياسة اتصالية، لازم مستشارين باش تحط سياسة اتصالية. كيفاش تفسر الشيء هذا؟ الرئيس قيس سعيد ما عندوش وعي كافي بأهمية المسألة الاتصالية في سياسته؟ والله السؤال يطرح له هو، لكن حتى نلقاه هو. أما الواضح اليوم، الواضح هذه مهمة صحافي، مهمة صحافي باش يوصل يعني للي يحب عليه. أنا نقول يعني الصحافي يعني هو يجب يكون عنده المثابرة والقوة والدهاء اللي يخليه فعلا يوصل اللي يحب عليه. نعرف ساعات فما عمليات مستحيلة ولكن هذه هي الصحافة. احنا نقول الصحافة هي مهنة المتاعب. خاطر في الوضع الحالي يظهر لي الحاجة الوحيدة اللي نجم يعملها الصحافي انه يتجاوز بعض القوانين ويتعلم يخلع بيبان ويتعلم يدخل لأماكن ما عندوش الحق يدخل لهم. مش خاطر هذيك الطريقة الوحيدة. لا ما نخلعوش البيبان. أما أنا هني تو نعطيك حاجة صغيرة. على الأقل في الفترة اللي أنا كنت فيها موجودة في الرئاسة كل ما فما كان هناك نشاط ميداني وفما صحفيين تبارك الله عليهم دبروا المعلومة وجاوا حضروا إلا والرئيس تحدث معهم. يعني فهمت يعني هو هذا هو يعني فما سياسة اتصالية رسمية وهذه متفقين فيها يلزم التفكير في وضع سياسة اتصالية. ولكن زادة فما الطرق الخاصة لكل صحفي وهذا ما يميز الصحافي عن غيره. يعني فهمت هذا ما ينفيش هذايا أو هذا ما ينفيش هذايا. يعني فما إشارة لمسؤولية مديرة الديوان الرئاسي نادي عكاشة في الشيء هذا. هي كانت زميلتك في كلية الحقوق الاقتصادية كلية الحقوق القانونية والسياسية. محسوب مش زميلتي خاطر احنا مش من فرد جيل. أما جيت بعدي مش من فرد جيل. فما معرفة قديمة تعاملتوا مع بعضكم وأبديت أنت تعبيرك على خلاف عبرت من قبل على خلاف مع خلاف في مسائل سميتهم جوهرية. خلاف داخل الديوان ويعني هذا هو شو هو الديوان رو فريق عمل يعني متضامن. إذا كان في وقت من الأوقات تولي فما خلاف يولي العمل مستحيل. هذا هو يعني وهذا يحدث في كل الادارات. شنو طبيعه الخلاف هذا؟ شنو عنوانه؟ يعني قدر ما كنتش انت المستقله الوحيده. والله الاخرين ما نعرفش علاش استقالوا. اي ما كنتش نعرفش علاش استقالوا. اما شنو طبيعه الخلاف مثلا؟ ما تنجمش تحطني انا فرد خانه انا والمستشار السياسي. ما حطيتك فرد حتى لا معناتها كل واحد علاش استقال. بعاد على الخانات الكل. شو كل واحد علاش استقال؟ مش مهم. الاستقالة في حد ذاتها مش مهم. اللي يهمني طبيعة الخلاف السؤال. اي هاني قلت لك خلاف في طريقة العمل. طريقة العمل. اي طريقة يعني العمل. يعني مثلا تستعملوا وورد ولا تستعملوا اكسل ولا حاجات هكا. ما تنجمش خاطر ما تنجمش تكون اختلافات سياسية ما بيناتنا لأنه فما سياسة رئيس الجمهورية. مش احنا مش كل واحد جاي من حزب. تو ما نجموش راهو نقارنوا الوضع بمثلا ما كان عليه وقت المرحوم الباشا قايد السبسي. ما عندها حتى مقارنه. وقتها كانت فما خلافات سياسيه داخل الديوان. بالنسبه لديوان رئيس الجمهوريه قيس سعيد فماش خلافات سياسيه داخل الديوان. فما يعني سياسه واحده هي سياسه الرئيس قيس سعيد. تبقى هنيه كل واحد واجتهاده كل واحد كيفاش يرى. فهمت؟ وتبقى هنيه يعني المساله معناتها كيف يقع الحسم في هذه الاجتهادات. هذا هو. وانا من الاول بالنسبه لي ما كنتش يعني ما دخلتش على مشروع سياسي خاص بي. شنو هي نقاط الاختلاف في طريقه العمل هذه؟ والله جزئيه غير مهمه انا نعتبرها ولذا انا معناتها نحتفظ بها روحي جزئيه غير مهمه.
فهمت غير مهمه وما هيش باش نجمو نبنيو عليها ربما نظريه كامله نتاع يعني حول السياسه الاتصاليه حاليا في الرئاسه لا غير مهمه. في نفس الوقت رشيده النايفر حكيت على سياسه رئيس الجمهوريه. سياسه رئيس الجمهوريه عاده حتى كي تنعدموا الاحزاب والمنظمات ويكون المرشح اوتسايدر والرئيس اوتسايدر عاده ما تلقى مدونات نصوص توجيهية نصوص فكرية ترسم الملامح العامة للسياسة هذه. الشيء هذا منعدم في تجربة الرئيس قيس سعيد. كيفاش تفسر انعدام حتى وجود القاعدة هذه؟ كي أنت مثلا معناها سامحني لهنا لكن الحكاية تولي كيفاش أنت باش يكون عندك نفس الفهم المشترك مثلا مع مستشارين أخرين في رئاسة الجمهورية الفكرة معينة وهي ماهيش مدونة وهي تحكيت في كلام في حديث في شو بالنسبة للتدوين فما ما يدون ولا ينشأ وما يدون وينشر هذا هو. بالنسبة يعني للنشر ما عدا خطابات رئيس الجمهورية فما مركز الدراسات الاستراتيجية اللي هو قام بعديد الدراسات واللي هي مش بالضرورة تعتمد بحذافيرها لأنها دراسة. الدراسة هي يعني أرضية عمل تنجم يعني يقع تطويرها او يقع يعني فموجود عديد الدراسات في المعهد الدراسات الاستراتيجيه موجوده وفما اجتهادات نتاع مستشارين ودونت ولكن ليس هناك يعني ربما ماهيش تنشر الحصيله نتاعها ما يبرز من قرارات معناها هنا في نفس الوقت رئيس الجمهوريه يعتبر انه تم اداره البرلمان وغيره من مؤسسات الدوله وحتى مؤسسات اخرى معناها في مراحل سابقه يستعمل عباره الغرف المظلمه باش يحكي عليها. مش كاينه اليوم قصر قرطاج هو اكبر غرفه مظلمه في تونس؟ والله لا أعتقد ذلك. علاش؟ إذا كان أنت ترى القصر كارتاج يعني كمؤسسة الرئاسة وتقول لي أنا بالنسبة لي مؤسسة الرئاسة هي يعني تشمل كل أعضاء المستشارين والديوان وكل شيء. صحيح هنايا بطبيعة الحال باش تقول لي ما فماش نطق رسمي، باش تقول لي ما فماش نقاط إعلامية، فماش نادي صحفي، لكن في المقابل لا هذه صحيح كمؤسسة صحيح، ولكن في المقابل عندك كم هائل من تصريحات رئيس الجمهورية اللي تقريبا معناتها يقول فيهم كل شيء اون طون غيال. البارح وقت اللي استقبل العميد صادق بالعيد والاستاذ امين محفوظ، فهو قال لنا فاش قاعد توا يفكر مباشره كيفاش نلقاو نص قانوني تشريعي باش نجم نعطيو اثر لتقرير دائره المحاسبات، لانك انت عندك تقرير خطير تاع دائره المحاسبات اللي هو على اساسه تنجم تغير المشهد السياسي الكل في البلاد، البرلمان هذا الكل يفور ويتعوض بواحد اخر، ولكن ما فماش اثار قانونيه في لهذا التقرير، وهذا نفهمه خاطر هي الطبقه السياسيه اللي جات منذ 2011 ضد المحاسبه، يعني الطبقه هذه بوغ لامبونيتي، فانت تعمل تحط فهو قالها في أنطوغيل يعني واضح. أنت البارح في فقرة توجيهات الرئيس فيرسيون 2021 لا شو سميها اللي تحب. لا أنت عايشت الزوز مراحل سنة. شنو اللي يختلف في طريقة الاتصال متاع توجيهات الرئيس في السبعينات والثمانينات على طريقة الباج فيسبوك متاع رئاسة الجمهورية عام 2021؟ اولا وقتها ما كانش فما باج فيسبوك. لا شنو يختلف بخلاف المحام سنة ما كانش فاش فيسبوك خليو لي سوبا، وكان معناتها ما كانش فما مثلا تصريحات قبل صدور قرار ما ريت يعني يصدر القرار
يصدر القرار. توا لا، توا انا نقول يعني طبعا ماهيش افضل طريقه نتاع تواصل، اتفق معاك انا كصحفيه مش افضل طريقه نتاع تواصل. انا ماذا بيا البارح بعد التصريح نتاع رئيس الجمهوريه راني هزي التليفون وسالت بالضبط اشنية الخطوات العملية، ولكن زادة كيف كيف نجم نهز التليفون نكلم العميد صدق بالعيد، نكلم الأستاذ أمين محفوظ، يعني لأنه هنا فهم هنا كيف نتكلم هذوما نلقاو احنا في وضعيات اللي كما هكا التصريح يكون متجرد من المسؤولية السياسية اللي تتبع. لأنه مش هو المسؤول سياسيا على تنفيذ صياغة الشيء هذاك، حتى الإطار الاستشاري مثلا اللي الطرف الآخر مش فيه مش إطار مؤسساتي ولا حاجة، هو إطار معناها وقتي إفمير يكون في اللحظة هذيك ويتم تجاوزه. شوف راو أنا نرجع ونقول ما نش بندخل في تفاصيل العمل الصحفي، احنا بالنسبة لنا توا نحاولوا باش نشخصوا وضع ما ونقولوا كيفاش نجموا، اما نجمش ندخلوا في هذا معناتها العمل الصحفي، لانه بين صحافي وصحافي باش تلقى اختلاف، كل واحد يخدم بطريقته، ما نقولكش انا كيفاش كنت نخدم ولا انت كيفاش قاعد تخدم. ثم ثوابت. سنة. لا الثوابت شنو هي؟ الثوابت هي كونك الصحافي مطالب باش يجيب المعلومة وكان مكرش حوطة، انا هكاي، احنا قبل لكن بورتابل سامحني. انا نحكي يعني جيل قديم ياسر، معناتها جيل قديم ياسر، وربما معناتها يقلق العباد يقول لك شنو تحكي هذه، فهمت تخرف هذه، فانا لكن بورتابل ولكن سياره معناتها ونمشيو على ساقينا ونفركس ونقعد ونستناو ونشدوا لاسانسور فباش نوصلوا المعلومه نخرجوها من الكرش الحوته. وانا نقول يعني لو تعلقت احنا توا سامحني حتى لو كان فما هنا تستدعي ان كونفليت دو جينيراسيون توا عندنا من العبارات اللي ساعات نقولوها من الخطاب اللي يحاول يحملك المسؤوليه نتاع نسميوه الخطاب نتاع انا قريت على شمع انا قريب على شمعه معناها على لي جينيراسيون اللي تعداو وكيفاش كيعبرك سوكو احنا ما قريناش على شمعه رشيد النايف واحنا كبرنا ما عادش حتى شباب بالمعنى السوسيولوجي للكلمه طريقتكم وعشنا في البلاد هذه معنا طمحنا لان نعيشوا ديمقراطيه حريه التعبير والحقيقه فيما يخص معنا المساله نتاع الجيل اللي ننتمي له انا والاجيال المحاذيه تعبت على الشيء هذا ما كانت ما تسهلتش معاه وما كانتش حاجه صعيبه وبالتالي نو ريسبونسابيليزي بما معناه احنا كنا ناخذ الكار وكان ما عندناش تليفون وكل شيء رجاء نتجاوزوا الحكايه لا رجاء لا حبيت نقول لك حبيت نقول لك اللي المبدا شنو هو المبدا هو كون الصحافي المبدا يلزمنا نتعبوا برشا باش الرؤساء والزعماء يرتاحوا لا 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 لا, 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 لا الصحافي هو هذه خدمته مطالب باش يجيب المعلومه مطالب باش يفسر مطالب باش يحل ما هذيك خدمته هذيك واجب عند الصحفي لكن زاد من حق الصحفي النفاذ للمعلومه لا ومن حقه المطالبه من حقه المطالبه اما حبيت نقول لك في كل الاحوال الصحافي ماهوش باش يقول يا خويا انا الغالب باش نبدل الخدمه باش نمشي نحل حانوت كافتيجي خاطر هذه اليوم ما فماش سياسه اتصاليه شفافه وواضحه لرئيس الجمهوريه مازال ما فما حتى حد مشى يحل حانوت كافتيجي خاطر رئيس الجمهوريه ما عندهاش سياسه اتصاليه انا نقول خذ وطالب هذه هي انا بالنسبه لي اللي حبيت نقوله نوصله خذ لا والله انا على فكره كنت ياسر معناتها ما كنتش من مسا... نعم وكان مسا... واضح شيء هذا حتى كي حكيت على اللي مريتوا به مع حكومه اما انا نقول خذ وطالب